بالتزامن مع التغيرات العسكرية الكبيرة في الشمال السوري ومحيط العاصمة، أعلنت فرقة فجر التوحيد التابعة للجيش الحر في الجبهة الجنوبية عن تخريج 1000 مقاتل ضمن عرض عسكري حضره عدد من القادة والضباط المنشقين عن النظام. تم بحمد الله وعونه تخريج أول دفعة وأكبر تجمع في المنطقة الجنوبية في إعداد بدني وإعداد عسكري وعقائدي. تدريبات مكثفة خضع لها المقاتلون داخل معسكر مغلق وطيلة شهر أشرف عليها ضباط سوريون منشقون عن جيش النظام. أما المتدربون فهم أبناء محافظتي درعا والقنيطرة ممن حمل السلاح خلال الثورة. تم تدريب العناصر أولا من ناحية التدريب بدني، تدريب عسكري، تدريب تكتيك بشكل جيد على 3 مراحل يخضع لها المقاتل لتأهيله بشكل مناسب والأفضل للقيام بأداء أفضل وجيد. مراحل التدريب هي عملية التنظيم بالنظام المنظم، عملية التدريب البدني، عملية تطعيم المعركة، التدريب على السلاح، التدريب على التكتيكات العسكرية واستراتيجية العمل المطروحة من قبل المختصين الجدد. إلى القسم! جيش منظم وموحد يضبط فوضى السلاح والفصائل، هو ما تسير باتجاهه قيادة الجبهة الجنوبية المعاد تشكيلها، وهو ما بات يدركه معظم السوريون بأن لا مخرج لمحنتهم دون جيش وطني. رد العدوان عن شعبنا وعن أخواننا، ضد التطرف، إحنا جيش بديل عن هذا النظام الفاسد الفاجر الذي شردنا من ديارنا، وإحنا إن شاء الله سننتصر عليه بإذن الله تعالى. هذا التنظيم وهذا الجيش إذا أعد على كافة الفرق الموجودة في المنطقة أو الفيالق التي ستشكل، الموجود هنا الآن هو الفيلق الأول، إذا عمدت على نفس الطريقة ونفس تأسيس الجيوش سيكون بديل لجيش النظام وسيحمي مؤسسات الدولة بشكل كامل، وستكون بلدنا ستعمر سوريا بعد نهاية الثورة بسنة أو سنتين على الأكثر. 4 أعوام تقريباً على تحول ثورة السوريين لحرب مربكة، العلاقة مع السلاح مرت بأطوار مختلفة بدءاً بالمقاومة الأهلية العفوية وصولاً للتطرف القاتل، واليوم يتجدد الرهان على الجيش السوري الحر حامل قيم الثورة وحارس أحلام السوريين.